لو دخل لص على دار رجل ثم قاومه ذلك الرجل حتى قتله، فهل يقاد به أم أن دمه هدر؟ والله هذه مسألة ترجع للمحكمة، لأن لو يعطى الناس بهذا الدعوى لا حصل فساد، وكل يقول هذا داخل داري أو هذا يريد، ما يصدق على طول، لازم من التحقيق ولازم من الإجراءات القضائية حتى يظهر صدقه، تحقق صدقه إنه صائل وإن هذا بريء إلى آخره، هذا يحتاج إلى تحقيق قضائي. نعم.